بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلو ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها.
يرفعها فبشره بعذاب أليم وإذا صدق الله العظيم.